معايا على التليفون المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. أهلا 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 ورمضان كريم مقدما. الله أكرم يا يوسف، وأهلا بيك وأهلا بمشاهدين التتاع. زي حضرتك يا فندم، كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. طيب احنا كده هناخد بعضنا، هنطلع سن بره الشركة المتحدة ونرجع لأصل الدراسة والأكاديمية والخبرة الطويلة في الاتصالات والتكنولوجيا. ايه اللي حصل في قصة الفيسبوك دي؟ طيب فيسبوك اللي حصل انه قعدنا ساعتين من غير خدمات فيسبوك والماسنجر والانستجرام. قعدنا ساعتين على اختلاف المستخدمين، في مستخدمين في العالم خرجوا من ثلاث خدمات، في مستخدمين خرجوا من خدمتين، في مستخدمين ما حسوش وبعدين حسوا في الاخر. المهم ان في مئات الالاف من المستخدمين المسجل حتى الان، مش عايز اقول ملايين، المسجل حتى الان انه مئات الالاف من المستخدمين سجلوا عند فيسبوك ان كان عندهم مشكله. اوكي. هو متوقع انهم ملايين لان العطل كان في العالم كله. حلو. اللي حصل ان على حسب الرصد، لان المتحدث باسم ميتا طلع من ساعتين وقال ان ميتا بتقول ان حصل بعض اللخبطه في الخدمات اللي هي بتقدمها، وان المستخدمين كانوا متضايقين، وان هو بيعتذر عن اي مضايقه سببها هذا للمستخدمين. هذا فقط ما خرج من ميتا رسميا حتى الان. انما الوسائل التكنولوجيه الحديثه للتدقيق في الشبكات العالميه ما بقاش زي زمان. دلوقتي اي عطل يحصل في اي حته نقدر نعمل له تراكنج او تتبع، ونعرف هو العطل ده بيحصل فين وبيحصل ازاي، والتفاصيل الفنيه بتبقى موجود جزء كبير جدا منها. اللي حصل ان على حسب ما النتورك تراكنج مورينا ان في مجموعه من السيرفرز المختلفه، ولازم نقول ان الخوادم الرئيسيه لشركه ميتا هي نتورك كبيره جدا من الخوادم موجوده في العالم كله. كويس. وان عندهم مسارات بديله لما يحصل اي حاجه في اي حاجه في اي سيرفر منهم يقدر يروح لمسار اخر، وبالتالي ما يحصلش توقف للخدمات غير يعني يمكن هفوه من الثانيه. انما اللي حصل ان اللي حصل ده اللي احنا شفناه على التراكرز ان سيرفرز ابتدت تقف، وان سيرفرز ابتدى يبقى باين عليها وكان في هجمات سايبرانيه بتحصل على السيرفرز ديت. وخليني برضو ابقى واضح معاك، لما بتحصل هجمات سايبرانيه المجموعات الخاصه بالامن السيبراني في اي شركه من الشركات، وما بالك منها تكون ميتا طبعا، بيقوم قافل السيرفرز ديت دون اي انتباه لمين مستخدم ومين بيستخدمها ومين بيعمل ايه. بيشات داون بسرعه علشان ما يتعملش اختراق. بيقفل عليهم، لان زي ما احنا عارفين ميتا عصب البيزنس بتاعها هو الاعلانات. طبعا. فهو ما عندوش اي استعداد انه يحصل له دربكه، الدربكه دي تؤثر على الحصيله اللي بيحصل عليها من الاعلانات، والحصيله اللي هو بيحصل من الاعلانات منها بيحصل عليها 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، فهو ما يقدرش ان هو يجازف بده. صح. عشان كده هو اما قفل وخرج الناس بره النتورك، وما كانش بيسمح للناس انها تدخل، يعني حتى لو حاولت انك انت تدخل تعمل لوجين زي ما بيقولوا من على صفحتك، عشان تخش بتلاقي كانك ما عملتش حاجه، هوا يعني تكتب ما تكتب، تكتب يوزر نيم وباسورد بتوعك وتكتب، هو كانه مش حاسس بيك اصلا. هو الحقيقه هو فصلك اصلا بره النتورك، هو فعلا مش حاسس، ما كانش حاسس بالناس وهي بتعمل هذه المحاولات. ولما هو تاكد من ان هو قادر على رجوع النتورك ابتدى يرجعها، ورجع في خلال ساعتين تقريبا، يعني انا اعتقد ان حوالي 90% من الناس رجعت بعد ساعتين. انما طبعا في خلال الساعتين دول في بلاتفورمز ثانيه كانت اللي هو تويتر سابقا، وكان في واتساب كان شغال. واتساب ده واحد من منتجات ميتا
برضه. صحيح. الجروبس اللي موجوده بصفه عامه، الجروبس اللي موجوده خلتنا نتفرج على سلوك اونلاين ما شفناهوش قبل كده. المستخدمين بيقولوا لبعض انا جربت ادخل دلوقتي ما عرفتش ادخل، فيرد عليه واحد تاني من جروب هو ما يعرفوش يقول له انا كمان حاولت ادخل دلوقتي ما عرفتش. فابتدى السلوك الجمعي للمستخدمين في العالم انهم بقوا بيكلموا بعض للاستخدامات اللي موجوده على الشبكه. ده ما كانش موجود زمان. فالنهارده ده بقى بيشكل على الشركات اللي بتشتغل في المجال ده انها تبقى زي ما بيقولوا منتبهه طوال الوقت، لان اي حاجه ممكن تؤثر، لان كمان بقى موجات الشائعات بتطلع في خلال 3 ثواني، يعني في ثانيتين كانت الناس بتقول اوعى تغير الباسورد بتاعتك، اوعى تدخل الباسورد بتاعتك اكثر من مرتين. انا شفت على جروبس ناس بتقول ما تدخلش على فيسبوك لمده 3 ايام. الناس بتقول حاجات الحقيقه كلها ما انزل الله بيها. ايوه انا 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 شفت فويس نوتس قاعده عماله بتسيركيوليت على واتساب. انا جاتلي الفويس نوت اللي انه ما حدش يدخل الكريدنشلز بتاعته، بيتعمل سايبر اتاك، ده في هاكرز مش عارف عملوا ايه. بقى في بقى اساطير وافلام قاعده عماله بتتعمل. انا طبعا ميت على روحي من الضحك. واسماء ناس ولازم يقول لك في وسط الاسم بتاعه انه خبير كذا كذا. ايوه وانا يعني انا جاتلي من الفويس نوت دي اسمها هي دي اللي جاتلي ان هو حد خبير مهم جدا مش عارف. ايوه بالظبط، هو خبير مهم جدا وقال ان هو خبير في اول المسجد واخر المسجد. ايوه فالحقيقه ان الحاجات اللي زي كده يعني مع اعتذاري لكل خبراء السايبر سيكيورتي، احنا لما بتحصل حاجه زي كده انت لا تستطيع ان تكون متاكدا من معلومه انه ده سايبر اتاك غير لما ميتا تعلم بنفسها. غير كده بيبقى ضرب من الخيال وكلام الناس بتتنقله وبيبقى في جزء كبير جدا منه اشاعات للوهم او لان انا ابين ان انا مهم وان انا عارف وان انا عالم ببواطن الامور ولدي القدره الفنيه لمعرفه الاشياء. طب